انتهت منذ قليل كلمة سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الأمم المتحدة، وجاءت الكلمة كما تبعتوها منذ قليل بتركز على محاور مصرية واضحة، بدايتها الحفاظ على الدولة الوطنية. إذا أردنا أن نختصر كلمة الرئيس في عنوان عريض وكلمة عريضة، نقول أنه دعا إلى الحفاظ على الدولة الوطنية، الدولة الوطنية وما يتبعها من جيش وطني ووحدة حدود. الرئيس عندما تحدث عن الدولة الوطنية تحدث بشكل واضح على أنه مصر لديها تجربة عن الدولة الوطنية والحفاظ على الدولة الوطنية من خلال مقاومة ومكافحة الإرهاب من ناحية، مقاومة الميليشيات من ناحية أخرى، محاولة الحفاظ على حدود الدولة الثابتة والراسخة، وأيضا الحفاظ على جيش هذه الدولة الوطنية. الرئيس كان بيعطي رسالة واضحة للعالم من خلال كلمته في الأمم المتحدة بأنه إذا تفتتت وتفككت الدولة الوطنية فالعالم سيمر بأسوأ مراحل تاريخه، بأسوأ مراحل فكرة الدولة. تحدث الرئيس بشكل واضح عن فكرة الدولة التي أصابها خلل وأصابها عوار في هذه المرحلة من تفتت وتفكك الدول الوطنية. نادى الرئيس بالحفاظ ودورة الحفاظ على الدولة الوطنية وضرب ثلاث أمثلة واضحة: الدولة السورية وما اعتراها من تفكك وتفتت، الدولة اليمنية وما يعتريها الآن من تفكك وتفتت، وأيضا تحدث عن ليبيا، وتحدث عن أنه مصر ومنذ البداية تتحدث على وحدة الأراضي الليبية، وحدة الأراضي السورية، وحدة الأراضي اليمنية، ودورة الحل السلمي والحل السياسي. أعتقد أنه فكرة كلام الرئيس عن الدولة الوطنية في بداية كلامه كان بيعكس مدى اهتمامه ومدى شعوره بالخطر الشديد على فكرة الدولة من الأساس. تحدث الرئيس أيضا بأنه تفكك الدول أدى إلى ما يسمى أو ما أسمه الرئيس إلى الارتداد إلى الولاءات الطائفية، والولاءات الطائفية هي أخطر أنواع الولاءات التي تحض على كراهية الآخر، عدم القبول بالآخر في كل أحوال. الرئيس تحدث عن سوريا واليمن وليبيا وثوابت الموقف المصري، وتحدث عن دور مصر المركزي هكذا أسماه في الملف الليبي، وأنه مصر بتحاول جاهدة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، وأيضا بتحاول أنه يكون هناك جيش ليبي موحد للحفاظ على الأراضي الليبية. وانتقد الرئيس السيسي الأمم المتحدة بشكل واضح، وقال بأن تحدثنا منذ عام مضى عن حلحلة القضية الفلسطينية وإلى الآن لم يتغير شيء في المشهد. تحدث بمرارة شديدة حول نفاق الأمم المتحدة، تخاذل الأمم المتحدة، لم يتغير شيء في المشهد فيما يخص القضية الفلسطينية. تحدث الرئيس بشكل واضح عن أنه القضية الفلسطينية بتعكس أيضا عجز النظام الدولي، عجز المنظومة الدولية. ما يجري في إطار القضية الفلسطينية بيعكس أن هناك اهتراء دولي وهناك عجز دولي وهناك مؤسسات دولية ربما لا تؤدي دورها. تحدث الرئيس عن موقف مصر فيما يخص القضية الفلسطينية، حديث لا يحتاج إلى حديث ولا يحتاج إلى إعادة تفسير. إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية الشريف، ولا مجال لإضاعة الوقت كهكذا قال الرئيس في حلول معروفة ومدروسة. يعني الرئيس انتقد الجانب الإسرائيلي، انتقد الجانب الأمريكي، انتقد هؤلاء الساعون إلى فكرة المفاوضات إلى ما لا نهاية. تحدث الرئيس أيضا وقال بأن العرب بيعيد، بيتحدث باسم العرب ويقول العرب يدهم ممدودة بالسلام إلى العالم من أجل الإنسانية. إذن ما تحدث به الرئيس عن كل الملفات العربية خاصة القضية الفلسطينية والحلول قال بأنها واضحة ولا تحتاج إلى إعادة: دولة فلسطينية، القدس عاصمة لإسرائيل، عودة اللاجئين وفق المقررات الدولية، والجميع يعرف هذه القرارات والجميع يعرف هذه الحلول، لكن لا مجال لإضاعة الوقت. وهكذا بتضيع القضية الفلسطينية على يعني صخور النفاق الدولي. تحدث عن المحور الآخر وهو التنمية المستدامة أو التنمية الشاملة، وضرب مثل بأنه مصر عندها 20-30 في خطة التنمية المستدامة، وقال بأنه هذا سيعيد الثقة في المنظومة الدولية وسيعيد الثقة للدولة الوطنية. تحدث الرئيس أيضا على ثلاثة قضايا: القضية الأولى تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة من ناحية وبين المنظمات الإقليمية، وضرب مثلا ونموذجا بأنه أفضل أنواع التفاهم والتعاون كان بين الاتحاد الإفريقي وبين الأمم المتحدة، وده فرصة في مصر في العام 2019 ستقود الاتحاد الإفريقي، ومن هنا يمكن أن يتم تفعيل هذه الشراكات. تحدث الرئيس أيضا عن استكمال العمل الوطني في إيجاد إطار دولي واضح لمكافحة الإرهاب، وهو ما يقصر أو ما قصر فيه العالم حتى هذه اللحظة. لكن الأمم المتحدة في شهر يونيو الماضي قامت بمؤتمر لمكافحة الإرهاب، الرئيس يؤكد
بيؤكد مرارا وتكرارا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالتوافق ووضع النقاط الحروف فيما يخص مكافحة الإرهاب. تحدث الرئيس أيضا وعرض تجربة مصر فيما يخص مقاومات الإرهاب، مقاومة شاملة، وتحدث عن العملية سيناء 2018، وأوضح خبرة مصر في هذا المجال من خلال يعني مقاومة ومواجهة التمويل والمد اللوجستي والدعم اللوجستي والإعلامي والمالي وخلافه، وقال بأنه في هناك مواجهة بنحتاجها جميعا، وهي أن يكون هناك تعاون دولي فيما يخص القضاء على الإرهاب. تحدث الرئيس أيضا بعد ذلك وقال بأنه الفقر والإهمال والعوز والحاجة كلها ربما حقوق من حقوق الإنسان. لأول مرة بيعرض رئيس في هذا المنتدى العالمي فكرة شاملة، مفهوم شامل لحقوق الإنسان، لم يكن ولم يعد من المستساغ أن يكون هناك مفاهيم قاصرة لحقوق الإنسان على الحقوق المدنية والسياسية مع ضرورة الحفاظ عليها، لكن هناك حقوق أولى، هناك حق مقاومة الفقر ومكافحة الفقر، هناك مقاومة الاحتلال كما يحدث في فلسطين، والإهمال والفقر كما يحدث في أفريقيا، والصراعات المسلحة التي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي. هجوم أيضا يعني هاجم الرئيس الفكر القاصر لمفهوم حقوق الإنسان، وطالب الجميع بأن ينظر إلى حقوق الإنسان نظرة شاملة، وأوضح أنه مصر دستوريا من أقدم الدول التي يعني وضعت لحقوق الإنسان مبادئ وطبقت هذه المبادئ، وكل ما يثار إعلاميا هنا أو هناك من بعض المنظمات ما هو إلا محاولة لإيقاف عجلة مقاومة الإرهاب ومكافحة الإرهاب من الدولة المصرية. إذن هناك مفهوم شامل لحقوق الإنسان، هناك مفهوم شامل للدولة الوطنية، هناك مفهوم شامل لحل القضية الفلسطينية، وتحدث عن دور مصر أيضا في إشاعة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان الحقيقية من خلال المرأة، تمكين المرأة والشباب وتمكين الشباب والعلوم والتكنولوجيا، وهذا سوف كما قال الرئيس سيتم دعمه خلال رئاسة مصر مجموعة 77. إذن ما مجمل ما جرى من خطاب الرئيس هو التأكيد على الثوابت المصرية، سواء في التعامل مع المنظمات الدولية ومطالبة إصلاح المنظمة الدولية وتفعيلها أكثر من ما هي عليه الآن، وإنه الأمم المتحدة لم تعد خمسة دول فقط، ومجلس الأمن لم يعد خمسة دول فقط، ومن ثم يجب أن يكون هناك نظرة شاملة لمفهوم الأمم المتحدة والعمل المؤسسات الدولية. أيضا القضية الفلسطينية، التأكيد على الثوابت الفلسطينية والحق الفلسطيني، حلحلة سياسية الأزمات في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن، أيضا المفهوم الشامل لحقوق الإنسان. إذا كان هذا يعني هذه إطلالة سريعة على أهم ما جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي. للتو خرجنا من القاعة، أردت أن يعني أشارككم هذا التحليل السريع، وإلى رسالة أخرى من هنا من مقر الأمم المتحدة. دمتم في أمان الله.